أهلا بكم مشاهدينا، كيف الحال؟ مواقع التواصل الاجتماعي غيرت المسار ديال الحياة ديالنا، غيرت الإنسانية هكذا كلها، وتخصنا طبعا نواكبها بشكل اللي هو عقلاني. لكن كنلاحظوا أن هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي عطات واحد القيمة مفرطة أو قيمة زايدة على الحد ديالها لعدد من الأشياء وبالتالي لعدد من الناس. فكيفاش نتعاملوا مع هذه البورصة ديال مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة. اهلا بك ربيعة غرباوي. اهلا عزيزة. الو، هذا الموضوع هذا هو ديال من مواضيع الساعة، يعني اليوم بدات واحد المفاهيم جديدة تنتكلموا عليها مع مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي احتلت الحياة ديالنا وما يمكنناش نستغناو عليها، وتيخصنا نعرفوا نتعاملوا معها. يعني احنا مازال دابا تنتخبطوا، ولكن واحد النهار غادي خصنا يعني نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها بلا ما تضرنا ولا ما حتى احنا نضروها ونضروا الناس من خلالها. بحال هذا الموضوع هذا ديال شو كيتسمى التقييم الاستبدادي، او لا يعني الافراط في تقييم الاشياء، او لا كنعطيك واحد القيمه للاشخاص او للاشياء اكثر من القيمه الحقيقيه ديالهم، وهذيك القيمه كتظهر على مواقع التواصل الاجتماعي. فعلا يعني بزاف سي فري كنتصدموا فشحال من حاجه تنشوفوا سوغ لي ريزو سوسيو. واحد الحاجه كتبان لك واو قداش هي وداك الشخص وهذا، ملي كتشوفه في ارض الواقع ولا كتلاقاه كتلقى شيء مختلف تماما. فعلا. ولكن يعني هذا الشيء اللي دابا ولا كاين، يعني كيفاش نتعاملوا مع هذا الشيء؟ مع هذا الشيء كيفاش ما نتعماوش بهذه القيمه المغلوطه اللي كتعطى للاشياء والناس على مواقع التواصل الاجتماعي؟ المجتمع ديالنا هو غادي تيتبدل، وخصوصا ملي ظهر الانترنت ولا واحد التغيير كبير، ولينا كنعيشوا في عالمين، دونك العالم الحقيقي والعالم الافتراضي او العالم الرقمي. فمجموعه ديال الشركات معلوم غتستغل العالم الرقمي باش تدير الاشهار ديالها، منها مطاعم، منها مثلا اوتيلات، او منها فنادق، او تيستغلوا العالم الرقمي باش تعطي واحد لا فيزيبيليتي ترويج وكتكون واحد التسويق وتكون منافسه اللي بعض المرات هي منافسه ايجابيه اللي كتخلي حتى حنا المستهلك نكونوا عارفين فين غاديين، كنشوفوا هذوك لي زافي التعليقات، وحتى كتعرف على الحاجه بان كاينه الحاجه كاينه، وكذلك شنو هي الجوده. لانه ولات عندنا واحد عمليه تنقيط الجوده. في الانترنت هذه المساله هي سهلت علينا بزاف د الحوايج، لان كيف ما قلتي عزيزه ولينا كنعرفوا بان هذه الحاجه ولات جديده، هذه خرجت جديده، مثلا هذه البلاصه فيها جوده، هاد البلاصه ما فيهاش الجوده، وهذا الشيء مزيان وكيعطي منافسه شريفه. ولكن هذا العالم هذا ديال التنقيط اللي ولا فيه افراط في التنقيط الرقمي ما بقاش في المجال اللي هو المجال الكوميرسيال يعني التجاري. ولكن مشى من المجال التجاري الى المجال الانساني، وهنا فين كاينه الاشكاليه. لان ملي مشى من المجال التجاري للمجال الانساني، ولينا كنشوفوا بان الناس ولاو كيتنقطوا. حنا كنا كنعرفوا التنقيط في المدرسه، عشنا في التنقيط في المدرسه، النقطه كتعرفها في المدرسه على المجهود ديالك، على القدرات ديالك في مواد معينه. دابا ما بقاش تنقيط غير مدرسي ولا تنقيط رقمي، تنسميوه ليتيكتاج نوميريك في المفهوم الجديد. هاد لي تيكتاج نوميريك او التنقيط الرقمي ولا تيعطي قيمه لكل شخص فينا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي مختلفه معروفه، ولينا كلنا عندنا على الاقل ثلاثه، كنكونوا واحد ثلاثه ديال المواقع في اخر الابحاث، يعني اقل ما كاين هي ثلاثه المواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي كيكون حاضر فيها الانسان وملي كنجمعوا هذوك نقولوا التنقيط، باش كاين تنقيط في التواصل الاجتماعي، كاينين بلي لايك، كاينين باش بالتعليقات، ملي كدير صوره كلشي تيقول شحال تحت التعليقات، شحال لي كومونتير، شحال تاع لي لايك، كاين عدد المتابعين كذلك. عدد المتابعين هذه بعض الاخصائيين الاكتناز الرقمي. الاكتناز الرقمي يعني اللي ولات عندك شنو هو الرصيد الرقمي ديالك؟ بحال الرصيد البنكي. تكلمتي على كلمه مهمه، الرصيد الرقمي والرصيد البنكي. دابا تندويو على البورصه الافتراضيه. لا بورس فيرتويل. البورصة الافتراضية هي مجموعة النقط اللي عندك،
مجموعه لي لايك اللي عندك، مجموعه ديال المتتبعين اللي عندك، هادو كلهم اللي تنجمعوا تتعطي بورصه ديال عزيزه، بورصه رابعه، بورصه ديال كل واحد فينا. وكنعرفوا ان البورصه فيها اسهم، مره طالعه مره هابطه، كيف ما دويتي على الابناك كيكونوا عندهم اسهم طالعين او هابطين، وبعض المرات كيوقع افلاس. مثلا الباحثين في جامعه ميونخ في المانيا كيدويو على الفايت بيرسونيل، يعني على الافلاس الشخصي. واو. اللي كيوقع لمجموعه ديال الناس. مثلا بسبب حدث، مثلا بسبب سمعه، سبب سمعه، سبب مثلا سرقه ديال لو كونت، ديال لو كونت كذلك، ديزوباسيون ديدونتيتي او انتحال شخصيه، انتحال. لانه ولينا كندوي على لو ماركتين نوميريك، على التسويق الرقمي. شنو هو التسويق الرقمي؟ انني مثلا في اي المجالات كاينين الناس اللي هما معقولين وناس اللي كيستغلاليين. فالناس اللي تيستغلوا هاد لو ماركتين نوميريك تيسرقوا مثلا ان كونت اللي وصل لواحد مجموعه المتتبعين، وكنسميهم لي سويفور اورغانيك، المتتبعين الحقيقيين، حيت مجموعه المتتبعين ما تكونوش حقيقيين. فهما تيعرفوا لي كونت اللي فيهم متتبعين حقيقيين، تيسرقوهم وتبيعوهم. فهنا مجموعه ديال الناس وقعت لهم هذه العمليات السرقه، وقاموا بعمليه افلاس شخصي، اون فايت بيرسونيل، اللي كيدخلوا فيها واحد الازمه نفسيه كبيره. الوغ بحالاش مثلا وحنا واعيين بان العالم الرقمي والعالم الافتراضي هو فقط يعكس صوره ديال واحد الشخص، بعض المرات كيضخمها يعني. Exactly. وفي غالب الاحيان كنلقاو تضخيم للصوره، لان الانسان تيختار صوره وتيختار لي بوبليكاسيون ديالو، ما تيديرش اي بوبليكاسيون كيف ما كانت، يعني داكشي تيكون محسوب افتراضي. الافتراضي تيكون ميتريزابل يعني. ولكن كيفاش كيوقع افلاس مثلا؟ يعني شنو هو هذا الافلاس؟ هذا الافلاس تيكون افلاس نفسي، لان دوينا على الابناك مثلا اللي كتمشيو لها الاسهم ديالها، فهي كتمشي لها القيمه ديالها الماليه. حنا كندويو على قيمه شخصيه، قيمه نفسيه اللي الانسان كتكون عنده وكيعطيها ليه العالم الافتراضي. في الحقيقه يمكن الانسان راه عايش بوحدو، ما تيدوي مع حتى حد وما تيخرج، وفي العالم الافتراضي عنده مثلا 100,000 متتبع اللي كل نهار كيدير له دي لايك، كل نهار تيعطيه مثلا كيتواصلوا معاه، تيتواصل معاه. وكذلك كنشوفوا بان ولا لو ماركتين وهاد عالم التسويق كيستعمل الناس للإشهار. فقدما مثلا كانوا عندك متتبعين وكانت عندك واحد الانفلونس، واحد التاثير، فقدما ولاو شركات تيستغلوا هذا الامر، لان ولا اشهار من نوع جديد. اللي تيخليو كتولي عندك الماركتين ديجيتال، يعني باش يوصل لاكبر عدد من أكبر الاشخاص عدد. فالانسان تيبدا يحس بواحد القيمه ولات عنده، ان شركه كبيره كتصل بك وكتقول لك دير لي مثلا الاشهار ديال هذا لو برودوي، لوغ كنت ماشي مثلا ما باحث، ما خديتي بري نوبل، ما قريتي مزيان. يعني بعض المرات كنشوفوا دي بوبليكاسيون يعني. من هنا منين جات الفكره ديال المؤثرين؟ من هنا منين جات الفكره ديال المؤثرين؟ لان الناس ولاو المؤثرين شنو اللي عطاهم القيمه؟ هما المتتبعين. لان المتتبعين هاجروا العالم الحقيقي ومشاو للعالم الافتراضي. فإلا مشاو من عندهم المتتبعين ما تبقى عندهم حتى شي قيمه. اذا هنا كاين خطر. شنو هو الخطر؟ لانه كيولي ان بوفوار. شنو هي البورصه ديالي؟ البورصه ديالي هي العدد ديال مثلا متتبعين الناس الاخرين اللي عندهم قوه وسلطه عليا. الا مع الا كانوا معايا راه انا مزيان، ما كانوش معايا يعني كنفقد كل القيمه ديالي. دونك هنا دوك مشكل نفسي هنايا بلوتو، يعني هذاك الارتباط بهذا العالم الافتراضي وبعدد الاشخاص اللي كيتفاعلوا معك في العالم الافتراضي اللي تيخليك واش انت في مزاج عالي ولا لا. قام كاينين دي زادوليسون، باش نجاوب على السؤال ديالك عزيزه مثال، فكاينين مراهقين اللي انتحروا. نعم. اللي قاموا بعمليه انتحار، لان دي زادولت ناس بعقلهم وانتحروا بسبب هذا السبب هذا، او لا تيوقع لهم مثلا
اون ديبرسيون ولا اون ديبريم. علاش؟ لان فعلا كاين مجموعه تعالق ما كتناسبهمش او الناس هاجروهم او او او. دونك هنا فين كندويو على هاد المجموعه ناقص الخطر ديال هاد لا تيراني كنسميوها لا تيراني دو لا سور فالوريزاسيون او لا استبداد ديال الافراط في تقييم الاشياء الاشخاص الاشخاص وبدات بالاشياء ومشات الاشخاص اللي كتخلي اون سافوتودير يعني ما تشيء الانسان لا شوزيفيكاسيون هنا تشيء ديال الانسان تشيء ديال الانسان اللي ما كتبقى عنده حتى شي قيمه اللي هي غادي نقولوا قيمه نفسيه حقيقيه وكيولي عنده تشيء وعنده علاقه مع العالم اللي ماشي حقيقي. لان هنا كيفاش النفسيه ديالنا كتولي مرتبطه بشي حاجه ماشي حقيقيه بصوره. وهنا منين جا مثلا بزاف ديال المتلازمات بحال اللي تكلمتي لنا عليها ديال لو سيندروم دو مارلين مونرو. يعني بعد حتى ان الانسان اللي ادميري دو لوان يعني حتى دوك الناس اللي متابعين ماشي الغرض ديالهم انهم يوصلوا لهذاك الشخص ولا يتلاقاو معاه ولا يتفاعلوا معاه فعليا بل فقط من بعيد وتندخلوا في هوس في واحد لوبسيسيون كندخلوا في واحد الهوس انني خاص هذيك الصوره ديالي تبقى كتحترم هذيك الصوره اللي الناس عندهم عليا. دونك كندخلوا في واحد الهوس في واحد لوبسيسيون كيك شوز دان كونترولابل شي حاجه اللي ما كنبقاوش حنا ما عندناش السيطره عليها. واي حاجه كنبقاو تابعينها وندخلوا في هوس شي حاجه اللي ما عندناش السيطره عليها فهذه كتاثر علينا نفسيا. غادي نكملوا مازال هذا الموضوع هو مهم جدا ولا زالت فيه الابحاث لان كل نهار كتظهر حاجه جديده وكل نهار كتظهر وهذا الشيء غادي بالزربه. يعني ملي بداوا لي ريزو سوسيو والعالم يتحول بواحد السرعه اللي هي اكثر من السرعه اللي كان كيتحول بها من قبل اكيد. وما عندناش حل اخر من غير اننا نتماشاو معاه ونواكبوه ولكن بدون ضرر يعني للنفسيه ديالنا والطريقه ديال العيش ديالنا. ولكن غادي نكملوا هذا الموضوع هذا ما كرهناش نسمعوا ارائكم مشاهدينا. هذه العشيه ان شاء الله غتكون معايا كوتش ربيعه غرباوي للحديث اكثر على هذا الموضوع من جوج حتى لاربعه مباشره على امواج راديو دوزان. شكرا لكم والى اللقاء.